عن البلد نشكرهم، نشكر العمال اللي عملوا فيهم، قولهم ربي يسركم أموركم. دخلت لي الدار سبحان الله 35 سنة راه يعاني منذ 10 سنين. ناشد وزير الصحة والسيد الوالي راه يسكن في الطابق الخامس. السيد هذا راه يتيم الأبوين، هو يبغي يخرج ثاني ما يلقاش شكون يخرجه ولا يحشم من السانكيام يهودوه. ماذا بينا تبدلوا له السكن، عطوه على الأقل سكن في الطابق الأرضي. نطلب أصحاب الخير يشوفوا فيه مسكين راه مريض، يعاونوه في العملية تاع العينين. لا يشوفوا فينا يجوا يعاونوا أبيتو سبيطار باش يريح. راني في هذه الحالة مدة 10 سنوات نعاني من هذا التصلب المتعدد، في هذه في سنتين زادت كاع الحالة تاعي، راني مندودة على الفراش. نطلب من الأحباب ربي يوفقهم الله عز وجل إلا فعل الخيرات باش يخرجوني للترك، يديروا لي زراعة الخلايا الجذعية وإعادة التأهيل بإذن الله نوقف على رجلي. راني نسكن في الطبق الخامس، رغم يجوا عندي وحدين ما بش يقدروا باش يعودوني، ونبغي نخرج واني نضايق. اي نطلب من والي ولاية سعيدة باش يغير لي السكن، كنت طبق ارضي متمني سبحان الله باش نقود ولادي متمني. 10 سنين كيما هكا كي جبت معاه البنت الاولى صاي